بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة مروة أحمد صلاح، مدرس الغدد الصماء والبطنة، كلية الطب جامعة الإسكندرية. حابة النهاردة أكلمكم عن مرض كسل الغدة الدرقية. هو طبعا أمراض الغدة الدرقية من الأمراض المنتشرة في المجتمع، وبتنقسم إلى قسمين، سواء زيادة نشاط الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية. ويمثل كسل الغدة الدرقية هو النمرة رقم واحد في أمراض الغدة الدرقية. في أعراض كتير للكسل الغدة الدرقية، بس معظمها بتبقى مش موجودة في كل المرضى. منها المريض ممكن يشعر بخمول، نوم باستمرار، ممكن يبقى عنده إمساك، زيادة وزن الجسم. بالنسبة للسيدات ممكن تشتكي من سقوط تساقط شعر الرأس، تأخر في الحمل أو في الإنجاب. من أيضا الغدة الدرقية وكسلها ممكن يأثر على أمراض القلب، وخاصة هو في ارتباط بين كسل الغدة الدرقية وبين زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وده ممكن يعرض المريض للعرضة يبقى بالإصابة أكتر بأمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. فالمفروض ان احنا المريض اول ما بيتشخص ان عنده كسل في الغدة الدرقية يبتدي نديله العلاج المناسب، وهو بيبقى عبارة عن هرمون تعويضي للغدة الدرقية. بنحسب الجرعة وبيمشي على العلاج ده، واهم حاجة يكون يمشي على التحذيرات اللي احنا بنقول عليها والارشادات، والمتابعة باستمرار بتحليل الغدة الدرقية. وشكرا لحضراتكم.